التي ممكن نأخذها من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام العفو، العفو، وأن لا يملأ الإنسان قلبه يعني صورا انتقامية يريد أن ينتقم من الناس بها، لا، بل احرص على أن يكون عندك نوع من العفو دائما. في فتح مكة، لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة أقبل يطوف بالكعبة، فأقبل فضالة بن عبيد، أقبل وقد خبأ خنجرا وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فضالة بن عبيد، أو دعني أتأكد من اسمه، لعل اسمه الكامل يأتي معنا، أظن فضالة. فخبأ خنجرا معه وصار يمشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم. فمشى النبي صلى الله عليه وسلم، طاف مرة وهو ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم ينشغل بس، حتى فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام عليه وقال: تعال يا فضالة. قال: نعم. قال: ما معك؟ قال: ما معي شيء. قال: اصدقني، ما معك؟ قال: ما معي شيء. قال: اقترب. فاقترب فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره ومسح. قال: اللهم اهدي قلبه، اللهم اهدي قلبه، اللهم اهدي قلبه. يقول: فما خلق الله في قلبي من بغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا زال، زال في لحظته. يعني هذه القدرة على ضبط النفس مع الآخرين والتعامل مثل التعامل، هذا بلا شك أنه رفعة. في فتح مكة يدخل النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة، وقريش تترقب ماذا سيفعل بنا. هذا ينظر وإذا هو اللي كان يعذب مثلا بلال بن أمية، وهذا ينظر وإذا أبوه اللي قتل سمية وزوجها، وهذا ينظر وإذا هو فعل. يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم بينظر إليهم ويشوف كم بينه وبينهم من ثأر ربما لأفناهم جميعا. وإذا به صلى الله عليه وسلم يقف أهل مكة بين يديه وينادي عثمان بن طلحة الشيبي ويأتي، قال: أعطني مفتاح الكعبة. فسلمه مفتاح الكعبة. وكان الحجابة، الحجابة أن يكون حاجب على الكعبة، هذا شرف بالنسبة إليهم. فسلمه النبي عليه الصلاة والسلام، ففتح النبي عليه الصلاة والسلام الكعبة ودخلها، وإذا فيها حمامتان من عيدان تمثال يعني، فكسرهما ورأى صورا معلقة في الكعبة، من ضمنها صورة لإبراهيم وهو يستقسم بالأزلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان عبد الله يعني يهوديا ولا نصرا، والله ما استقسم بها قط. ومحى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصور، وأمر عمر فأخذ خرقة فيها ماء وجعل يمسح الصور. ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم على باب الكعبة واجتمعت قريش، وقال لهم ما قال لهم في الرواية المشهورة لما قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا في عفوه صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك لما فتح مكة كان في مجموعة من قريش بينهم وبين المسلمين أعظم المشاكل، من ضمنهم صفوان بن أمية بن خلف. أمية بن خلف كان من رؤوس المشركين اللي عندهم مشاكل مع المسلمين أساسا، حتى قتل أمية بن خلف في معركة بدر. فصفوان بن أمية لما علم بمقدم المسلمين ركب على بعيره وهرب إلى جدة، يريد أن يركب البحر ليلقي نفسه في البحر بينتحر. فأقبل عمير بن وهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن صفوان بن أمية سمع بمقدمك فمضى ليلقي نفسه في البحر. قال: اذهب فناده، روح ادعه يعني يأتي. قال: يا رسول الله، لن يصدقني إني أمنته، فأعطني شيئا. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عمامته، وكانت مشهورة العمامة، النبي صلى الله عليه وسلم يلبس، وقال: خذها العمامة، إذا قال لك قل له أن محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي مرسلني إليك، إذا ما صدقك وره العمامة، يقول: هذه عمامته، مرسلها كدليل يعني. وكان العرب في السابق ما يقرؤون ويكتبون، يعني لو عطاه ورقة أمان بيقول: صفوان، أنا ما أعرف أقرأ وأكتب، وش الورقة هذه، وش ما هذه الكتاب اللي فيها، ما أفهم. وفعلا مضى عمير حتى وصل إلى صفوان، وصفوان بيركب البحر، فجعل يقول: يا صفوان لا تفقدنا نفسك، يا صفوان سألتك بالله رفقا بنفسك، قال إليك عني، أنا سأركب البحر وأرمي نفسي.
قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم جئتك من عنده، والله هو أبر الناس وأحسن الناس. قال دعني منك، أنا سأرمي نفسي في البحر، أركب السفينة وأرمي نفسي في البحر. قال قد أعطاك الأمان، قال كذبت. مش معقول يعطيني الأمان وأنا اللي عملت العمايل، معقول يعطيني الأمان؟ لا يمكن. قال قد والله أعطاك الأمان فتعال. وهذه عمامته بعث بها إليك، اللهم صل وسلم على رسول الله. فلما رأى العمامة عرفها وأقبل معه حتى وصل إلى مكة، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقف بين يديه وقال إن هذا يزعم أنك أمنتني، أهو صادق؟ أنت أمنتني أنك ما تقتلوني، أهو صادق؟ قال عليه الصلاة والسلام صدق. قال أما الإسلام فاجعلني بالخيار فيه شهرين، عطني أفكر شهرين. قال لك 4 أشهر فكر، خذ راحتك. وجلس يفكر. ثم أراد صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى معركة حنين، واحتاج أن يطلع من مكة إلى حنين، وبقية عتاد المسلمين موجود في المدينة، فما في وقت يرسلون للمدينة أعطونا كذا وكذا، فهو مضطر أنه يستعمل الأشياء اللي موجودة في مكة. فقالوا يا رسول الله، ترى صفوان بن أمية تاجر دروع، الدرع هو مثل القميص يلبس من حديد، يصنعونه من سلاسل ويلبسونه بحيث أنه يقدر يتحرك فيه، لكن لو جاء سهم أو شيء ما ينفذ إلى جلده. قالوا ترى هذا تاجر دروع. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه وناداه، قال يا صفوان نريد منك 100 درع. قال أغصبا يا محمد؟ تغصبها مني؟ طبعا لو قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم غصب ما يقدر يقول لا. قال لا، بل عارية مضمونة، عارية نضمنها لك، ناخذها استعارة واللي ينقص نعطيك بدالة، عارية مضمونة. فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما خرجوا بها ضاق صدره، قال لا يضيع منها شيء ولا تتكسر ولا شيء، أبطلع معكم أحرس، هو كافر يقول بطلع أحرس متاعي فلوسي أحرسها وأشوف كيف تحفظونها وكيف. فخرج معهم، فلما خرج معهم وانتصر المسلمون وجمعت الغنائم، نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى وادي مليء بالإبل والغنم، فقال صفوان يا محمد ما أحسن هذا. فقال عليه الصلاة والسلام أعجبك؟ قال نعم. قال هو لك، خذه، أنت عطيتنا 100 درع ولا عطيناك لها أجرة يعني ولا شيء أبد، هذه بدال فزعتك معنا ومساعدتك لنا، شوف الكرم يا أخي. قال هي لك. قال كل هذا لي كذا بسرعة يعني من غير نقاش؟ قال نعم. فرجع إلى قومه يقول يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي عطاء رجل ضامن إن الله بيزيده، اللهم صل وسلم على رسول الله، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فكان صلى الله عليه وسلم كريما، وهذا من أعظم صفاته التي تجذب الناس إليه.